أين تحصل ملف التاكس لتطبيق دورداش وجراب هاب؟ لو أنت سايق في جراب هاب ودورداش وحابب أنك تعمل الفايل تاكس ل 2020 أو للأعوام القادمة، دورداش بيرسل لك إيميل فيه الملف بتاع ال W9 أو ال 1099، بيرسلوا لك في الإيميل. لو ما أرسلوا لك الملف تواصل معهم، اتصل عليهم، الرقم موجود أسفل الفيديو، تمام؟ هذا الرقم اللي خاص بأمريكا أو الولايات المتحدة. أما لو أنت في كندا أو أستراليا، تأكد من الموقع حقهم واتصل على الرقم، هم حيرسلوا لك الملف في الإيميل حقك. أما جراب هاب نفس الشيء، إذا ما حصلته في حسابك في تطبيق جراب هاب نفسه، اتصل عليهم وخليهم يرسلوا لك في الإيميل أو إنه ينزلوا لك في التطبيق، بتحصلوا مكتوب عليه التاكس وعمل له داونلود، وبكده بتكون انتهت العملية بتاعت التنزيل. وروح عمل تفيل للتاكس، وما تنسوا تعمل فولو، رايك فولو لايك، رايكم في التعليقات. في أمان الله.